الطفولة هي هاي، هي حارة الجوعانية. كان المثل يقول انه حط 100% 100 فوق 100 مشان تسكن بالجوعانية. باب توما في دمشق هو الحي المسيحي الذي نشأت فيه وداد، سليلة عائلة خوري الدمشقية. عادت إليه اليوم لتستعيد الذكريات وتشهد التغير الذي أصاب المكان. هون تبدأ الذكريات كمان تشتد كتير، لأنه هذا بيت الستي يلي ربينا فيه. ربيت بتعددية خلت انه بالبداهة بالنسبة إلي ما في فروقات دينية. بالنسبة إلي كانت روحة على بيت الجباوي مشان نتفرج ونعيش مع هالصلاة اللي كانت تصير بالجامعة وبالبيت، واليوم حفيدتهم وأنا الحي المسيحي أكيد بدأ يدوب، بدأ يدوب من قبل هلأ، لأنه بفترة أولى بدأ يدوب هو وشوي من هو ومجموعة دمشق القديمة، أكيد بدأ يدوب. ذوبان الحي المسيحي هو جزء من تغير عام. أما في حارة النصارى في القدس فلا يزال يرى قاطنوها أن التغير لم يصب المكان بقدر ما أثر في الإنسان. حارة النصارى كانت بال67، قبل ال67 وبعد ال67 بشوي، كانت كلياتها نوفيتية وبقالة وبيبيعوا قماش وخياطين وصياغة لهيك، وبعدين تغيرت. هذه هون آخر حارة النصارى، على اليمين تنزل على خان الزيت، وعلى الشمال بتطلع على دير الرعية كنيسة اللاتين الفرنسيسكان. مرحبا، كيفكم؟ الحمد لله، كيفكم؟ الحمد لله. هو نادي كاثوليك العرب، كنا نيجي عليه احنا صغار، تربينا هون نلعب فوتبول، نطلع مجموعة الكشاف وقت الأعياد، وقت العيد الكبير، وقت عيد الميلاد ننزل على بيت لحين. احنا لما كنا صغار كنا نلعب كلياتنا اصحاب مع سوا في المدرسه، مع سوا اسلام ومسيحيه، ما في تفرقه، ما في شيء، ما بعرف انه هذا مسيحي او هذا مسلم، كلياتنا نلعب اخوه واصحاب مع سوا، اولاد بلد وحده، هذا كان يصير دائما دائما. بس في الفتره الاخيره صار في شويه عنصريه من الناس مش متعلمين. صفاء العلاقات هو ذاته ما يفتقده اليوم فهمي زكي، حيث يبدو الاختلاف لديه كبيرا خاصة عندما يقارن بالأيام الخوالي. كانت أحسن من الأيام دي كمان، أحسن بكثير جدا جدا يعني، ما كانش فيه تفرقة ولا فيه أي شيء بين بعض. شركتنا في الأرض وشركتنا في التجارة والتعامل والإخوة، وفي أثناء الصلاة احترام. يوم الجمعة كنا بنقفل المحلات كلنا، سيان مسيحيين أو مسلمين، كان كلنا نشارك بعض ونحترم الصلاة يعني، كان محبة زيادة على اللزوم. وتبص تلاقي مثلا جارك حصل له حادث وفاة لجاره، يقوم بواجب أكنه البيت بتاعه موجود. الجيل الجديد
يبدو أكثر تأثراً بالمتغيرات التي طرأت على العلاقة المتبادلة بين المسيحيين والمسلمين، لكنه يبدي مقاومة لعوامل التوتير متحصناً بما ورثه من الجيل السابق. أهلي ربوني على التسامح، عمري ما حد نبس فيا أن أنا أكون متعصبة لأي حد حتى لو لدين، يعني عمري ما كرهت حد. علاقتي بناجي ابتدأت من الطفولة، كنا بنلعب مع بعض واحنا صغيرين، وفي الابتدائي برضو كنا بنروح المدرسة مع بعض ونذاكر مع بعض، وفي الاعدادي برضو في المدرسة، ومع الثانوي برضو معانا يعني في المدرسة مع بعض. أيوة بحس إن المجتمع بيفرق بين مسيحي ومسلم، بحس بكده وأنا ماشية في الشوارع في أي مكان، في أي مكان هنا في البلد عندنا، بحس يعني أي حد ماشي كده يقعد يقول كلام، حسسوني برضو إن أنا مسيحية بس ما بردش على حد. حصل مرة مثلا حد نبهني مثلا ما تمشيش مع مسلمين أو كده، بس أنا طبعا رفضت لأن مش كل حد يعني كان بيقول لي يعني انت ما كنتش لاقيه يعني زمايل، رحت يعني صاحبت واحده مسيحيه قلت لهم يعني ما كنتش بديهم الفرصه يعني اللي هم يكملوا كلامهم، فبقول لهم احنا جايين من زمان يعني ومتربيين مع بعض. في بلاد الشام عموما حيث التوترات الطائفيه الاجتماعيه تبدو اقل ظهورا، نجد أمثلة على علاقات أكثر استقرارا يدعمها تفاهم الجميع للشروط الصعبة لنجاح هذه العلاقة. نحن أول إشي علاقتنا بدأت من بجوز هيك 4 سنين، ولقيت هيام وتعرفت عليها، طبعا بغض النظر عن إيش دينها وإيش ديني. الواحد بتفكر تلاقي صديقة ما بتفكرش إيش دينها، المهم تكون مخلص إلها، يعني مجرد إنه إحنا منحب بعض منحافظ على أسرار بعض، هذا بغنينا إنه نفكر عن أي إشي تاني. أنا عندي الحبيبة، عندي عنوان الوفاء. هلا ممكن نحن المسيحية وقت رمضان انه نستفسر انه طيب ليش في صيام هيك، ليش صيامكم انه للمغرب، انه ايش بصير يعني بناء على شو هيك بتصوموا، ممكن يصير بيناتنا احاديث. نفس الاشي ممكن يسألونا طب انتوا لما تآمنوا بالثالوث الاقدس انه وين عقيدتكم، ايش الاشي اللي بترتكزوا عليه. اكيد هذا الاشي بصير بيننا كلنا، مش بس بين اي صاحبتين، بين اي اثنين بده يتعرف على ثقافة التاني. طبعا كل واحد له عقيدته بكون مآمن فيها وعنده صورة معينة، مستحيل اي حدا بالدنيا يغير له اياها، بس هذا لا يعني انه انا العقيدة الثانية اقول له انت غلط. اذا بلش حوار لازم نوصل لنقطة انه نفهم فيها بعض، اما لما ندخل بالروحانيات واشياء العقيدة لازم نعرف انه هون حدنا ولازم نوقف، لانه هذا بترجع لكل واحد شو ايمانه وشو عقيدته. الخصوصية الدينية والثقافية للعرب المسيحيين تحولت من عنصر فرادي إلى عنصر اختلاف ومشكل لدى بعض الآخرين، ما ألقى ثقلا أكبر على دور المناهج العربية في تجسير هوة الجهل بالآخر. أنا لست مبتهجا أن يخرج ولدي من حصة التربية الدينية المسيحية، أنا أريده أن يتعرف على أنبياء المسيحيين، أريد أن يتفهم كيف يقرأ الإخوة المسيحيون دينهم وثقافتهم. يجب أن يكون هناك مادة للثقافة الدينية، الثقافة الروحية، يقرأها المسلم والمسيحي على السواء. إن هذه المعرفة ستساعدنا في بناء مجتمع متسامح. ليش ما أدرس؟ ليش أجبر ألا أدرس الديانة؟ ليش أدرس الديانة البوذية ما أدرس الديانة المسيحية؟ ليش أدرس الديانة الإسلامية ما أدرس الديانة المسيحية؟ أدرس الديانة المسيحية ما أدرس الديانة الإسلامية؟ كل واحد له حق أن يدرس ما يشاء. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. هناك حساسية متوارثة وأصبحت في العقل الجمع المصري من تدريس صور من القرآن الكريم في اللغة العربية، فبيعتبروا أن هذا فرض لدراسة
نصوص قرآنية إسلامية على الطالب المسيحي. أنا شخصيا لا أرى غضاضة في هذا، لأن أنا حتى كمواطن مصري مسيحي أنا لي ثقافة إسلامية وجري القرآن وتفاسير وفقه إلى آخر هذا الكلام، ممكن أن تكون دي في إطار الثقافة العامة، ولكن يجب أن يقابلها أيضا نصوص إنجيلية تدرس أيضا للطالب المسيحي والمسلم. الجهل بالآخر كان دوما أحد أسباب التوتر بين مكونات المجتمع، لكن ما يثير الاستغراب أن الجيل السابق الأقل تعلما كان أكثر معرفة وتفهما للآخر. كان المسلمون يصومون بعض أيام صيام العذراء مريم، وكان الأقباط يصومون الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك تضامنا مع كانت العلاقات ممتازة تقوم على المودة والمحبة والتلاحم الكامل. النمط القيمي والأخلاقي للإنسان المسيحي المصري والمسلم المصري متداخل تداخل شديد جدا، ونسبة التداخل عالية جدا، يعني قد تكون أكثر من 70 أو 75%، وهذه نسبة عالية جدا تعني أننا ننتمي لحضارة واحدة ولنا قيم وأخلاق واحدة. تغير نمط العيش المشترك أنتج تراجعا للمشاركة المسيحية في الحياة العامة وخاصة في الجانب السياسي. تراجعت المشاركة القبطية في الحياة السياسية بعد حركة 23 يوليو 1952 لأسباب هامة. أولها أن مجلس قيادة الثورة لم يكن يضم قبطيا واحدا. ثانيا، القرار الذي صدر في يناير عام 53 بإلغاء الأحزاب السياسية في مصر. وأنت عندما تلغي الأحزاب تنشأ تقسيمات أخرى في أوساط الرأي العام، مثل هذا مسلم وهذا مسيحي. هناك في انسحاب من الساحة السياسية للإخوة الأقباط، مرجعه هو الاستبداد الذي نعاني جميعا منه. نحن نعاني كمصريين في مصر على سبيل المثال من حالة من الاستبداد، حالة من تراجع كل المصريين من الساحة السياسية. الذي ينهض به المسيحيون يتذبذب أحيانا حسب الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. إذا نظرت إلى بدايات النهضة تجد الروح السائدة صحية أكثر بكثير من الأوضاع السائدة اليوم. اليوم في بلبلة، في فوضى في الأفكار، في تشويش. التشويش الذي أصاب المشاركة المسيحية كان من أسبابه تغيرات اجتماعية وسياسية متتالية طال تأثيرها الهوية المسيحية، وهو ما تحاول الطليعة المسيحية اليوم إعادة تعريفه عبر صياغة نظرتها لدورها ونفسها. جابرييل مور رجل لبناني حاول بالإمكانيات المتاحة له أنه يحافظ على الرسالة اللي هي اسمها لبنان. لبنان رسالته أولاً الحرية، ثانياً العيش المشترك، أنا ما بقول التعايش، بقول العيش المشترك بين كل الطوائف، وهذا مثل نادر الوجود بالعالم كله. اشتغلنا في عدة بلدان بالخارج. أنا بالرغم من كل العمل بالخارج كان دائما حنين على الداخل. كنا بحاجة إلى إعلام حر بلبنان يختلف عن كل الإعلام بالشرق الأوسط أنه ما يكون موجه. الإعلام بأشكاله المختلفة كان ولا يزال أحد أهم الأسباب التي رسخت صورة نمطية سلبية متبادلة بين المسيحيين والمسلمين العرب، ما ساهم دوما في ترسيخ التباعد.
أنا أعتقد الدور الأول في الصورة العدائية بين المسلمين والمسيحيين هو الإعلام الغربي، وبصورة خاصة الإعلام الأمريكي الذي يسيطر على 80% من الإعلام. المسألة الثانية الذي تخلق هذا العداء هو الخوف الذاتي عند المسيحيين والتوجه الهيمني عند المسلمين. ليس من الصعب أن نتخيل أن العربي المسلم في أحيان كثيرة ينظر إلى العربي المسيحي على أنه امتداد للغرب المسيحي، بينما العربي المسيحي ينظر إلى نفسه على أنه نقيض للغرب المسيحي. هناك تهمة تاريخية ألصقت بالعرب المسيحيين، هذه التهمة بأنهم خونة أو بأنهم مع أعداء العرب. من أين جاءت هذه التهمة الباطلة؟ عندما اشتد الصراع بين العباسيين والأمويين انحاز العرب المسيحيون بطبيعة الحال إلى أقربائهم وأصهارهم وأشقائهم الأمويين، كان لابد أن ينحازوا إلى قبائلهم ضد العباسيين الذين نشأوا بعون وبمساعدة غير العرب من العجم والفرس. هذه التهمة، وانتصر العباسيون وظل الأقباط والعرب المسيحيون يعاملون في الدولة العباسية بشيء من الاضطهاد والعنت على أساس هذه التهمة. عندما كتب الفقه خلال الحروب الصليبية يجب أن تتوقع مثل ذلك. في تلك المرحلة كان الفقه الإسلامي تجاه اليهود منطقيا، ولكنه كان تجاه النصارى متشددا. يجب أن نفهم ذلك في الإطار السياسي، لأن الصليبيين الذين جاءوا كانوا في الواقع يحملون مشروعا واضحا، وهو محاولة استقطاب المسيحيين الشرقيين بدافع التوحد الديني، وبالتالي استخدامهم في المشروع الصليبي. ويجب القول بأنهم نجحوا في بعض ما أرادوا وأخفقوا في كثير منه. لقد أظهر المسيحيون العرب صلابة ضد المشروع الصليبي. من جانب آخر دعني أذكر بأن المؤرخ العربي كان واعيا ولم يقبل أصلا أن تسمى هذه الحروب الحروب الصليبية. المسيحي يرى أن وهو ليس مصريا، إذن هو من أبناء الغزاة وهو ما زال يمثل غازي رغم أنه أصبح أغلبية، وبالتالي هو مختلف عن المسيحي. فتصور المسيحي أن العرب مختلف عنه في القيم، مختلف عنه في الأخلاق، هو إنسان بدائي ورجعي ومتخلف، والمسيحي على عكس من هذا. كلما تعمقت هذه الصور أكثر وأكثر أصبحنا أمام حالة تشير ضمنا أننا لسنا أبناء حضارة واحدة. أنا بقول أن في مشكلة كبيرة في المنطقة العربية تتعلق بالمساهمة في هذه الصورة النمطية السلبية نحو الآخر، مرجعها هو ما أسميه أنا التعامل الانتقائي مع التراث. أن في وقت الأزمة مع الآخر يتم استدعاء أمثلة شعبية ونصوص مقدسة فيها نظرة سلبية نحو الآخر. بعض المسيحيين حطوا شعار على عربياتهم، شعار على شكل سمكة. الشعار ده ليه دلالة عند المسيحيين إن هو كان بيتحط في أيام الاضطهاد على بيوت المسيحيين عشان يعرفوا بعض. وليه اختاروا السمكة؟ لأن السمكة رمز للبقاء وللحياة، خاصة لما يحصل طوفان. الموضوع تحول على طول لكأنه صدام طائفي غير معلن، إن على طول المسلمين حطوا شعار طلعت لزق على العربيات حوت بلع السمكة أو حوت مكتوب جواه لا إله إلا الله. السمكة رمز المسيح والمسيحية من زمان، لأن كلمة إكسوس في اليوناني مخلصنا، الرمز هنا للبركة وليس للهوية. يعني بيقول أنا مسيحي، بالعكس ده هو بيبين قوي. فقال لك طب سمكة أهي بركة ومحدش هيفهمها ولا يتصور ان انا بدي مدلول طائفي. طبعا اتفهمت غلط وبتاع، وفي ايه رد مضاد، وبعد كده الدولة منعت كل ده، واحنا كنا سعداء بمنعه، لان هو اللي عايز بركة مش لازم يعني يعملها بطريقة مستفزة. يعني نحن عمالنا بنبني كنيسة في مركز سيدة السلام،
وهو للمعوقين، لجميع المعوقين الأردنيين بغض النظر عن الدين على الإطلاق. فتغلبنا كثير فنجد من يدهن الصليب بوجه الحقيقة اللي بدنا إياه، كل المتخصصين بهذا الشأن وهم مسلمين ما وجدنا، كانوا يرفضوا لأنه صليب. العمال اللي رفعوا الصليب على ظهر الكريزة حتى المسلمين استنكفوا عن ذلك. هذا التعميق المستمر للصور السلبية الذي لم يقف أحدا ضده، المسجد والكنيسة لم يقفوا ضد هذا الاتجاه، أصبح حتى الحوار حول الوحدة الوطنية حوار على مستوى سياسي منعزل تماما عن القواعد الشعبية، فأصبحت القواعد الشعبية تعمق هذه التصورات السلبية عن الآخر وتخلق نوع من الجيتو الداخلي، بحيث أنك تجد المنتمين إلى دين واحد يفضلون التعامل مع بعضهم البعض. هناك من لم يستسلم لجدران الجهل. في المكتبة الروحية في حلب أثبت المكان الذي جمع تراث الديانتين لرواده أن عوامل اللقاء يمكن أن تتغلب على الفرقة المصطنعة. أماكن من هذا النوع تتحول تلقائيا إلى أماكن لتلاقي البشر المختلفين وتعارفهم واكتشاف فرادة كل واحد منهم لفرادة الآخر. أحد الشبان اللي كان يؤدي خدمته الإلزامية هو مسيحي، وكان تطرح عليه أسئلة من قبل زملائه المسلمين عن معتقداته. مرة وراء مرة صارت هذه جزء من إجازته كان يقضيها في المقارنة بين الكتب التي تطلعه على المعتقدات المسيحية والكتب التي تطلعه على المعتقدات الإسلامية. وفي نهاية الأمر دعا بعض من أصدقائه لحتى هن بدورهم تعرفوا على هذا المصدر. اكتشفنا نحن من بعد بأنه نشأت بين هؤلاء الشبان علاقة أعمق من علاقة الجدال السطحي، لأنه هذا الاطلاع ساعدوا على أن يذهب في معرفته للآخرين إلى درجة متقدمة وأعمق. أنا تسجلت بالمكتبة بمرحلة كتير مبكرة من حياتي، فكتير ساهمت بأنه تبني شخصيتي وتكون مواقفي تجاه الآخرين. ساعدتني بأنه أعرف أكثر عن الإسلام بشكل مختلف يلي هي عبارة عن ذات، فما بقت عبارة عن موقف سلبي وإنما هي عبارة عن حركة تجاه الله، تجاه تلبية نداء الله. وشبهتها لفكرة موجودة بالمسيحية بالصلاة الربية عند المسيحيين، تاني جملة بعد ليتقدس اسمك من قولي تكن مشيئتك، وهذا الشيء ساعدني إنه أتقبل فكرة تسليم الذات لله بالإسلام. كمان تجربتي هاي حسنت أنا لطلابي في الجامعة زاروا المكتبة الروحية، كان في عندهم كتير مواقف حادة تجاه فهمهم للهوية الثقافية عموما. من خلال زيارة المكتبة والاطلاع على التنوع الثقافي والأكاديمي الموجود داخل المكتبة قدرنا شوي نخلي الطلاب يعيد النظر في مفهوم للهوية وبمفهوم للثقافة بالمعنى الحضاري والتاريخي. المسيحيون الذين يرون منطقة السلم للقاء الدين بالسياسة يؤكدون أن التاريخ الإسلامي منذ القدم أسس لهذا اللقاء بابتكاره السباق لمفهوم المواطنة. الإسلام يساوي بين الناس جميعا في الشؤون الدنيوية طبعا، والدليل على هذا أنه عندما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة ما عرف في التاريخ باسم صحيفة المدينة، وردت عبارة في غاية الأهمية تقول إن المسلمين ويهود بني عوف واحدة. وأنا طالب في كلية الحقوق وقفت مندهشا ومنبهرا أمام بعض الأحكام التي تقول إذا أتلف المسلم للذمي خمرا أو قتل له خنزيرا وجب عليه الضمان، أما إذا
أتلف خمرا أو خنزيرا لمسلم فلا ضمان عليه. إلى هذا المدى تحترم الشريعة الإسلامية عقائد غير المسلمين. تزايد الفرز الطائفي وغياب فاعلية الإجماع على القضايا الوطنية الكبرى، إضافة إلى غياب الحريات، عوامل أدت مجتمعة إلى انسحاب الجمهور المسيحي بالغالب إلى داخل جدران الكنيسة، وإيجاد شخصيات مرجعية كلية كما هو البابا شنودة بالنسبة للأقباط اليوم، وكما يراه أقرب الناس إليه. هو البابا شنودة له ملامح مميزة في رؤاه، يعني مثلا الشعب، من حق الشعب أن يختار رعيه. على قد ما هو بيهتم بالشعب، يهتم جدا جدا بالأسرة، وله يعني جهد كبير جدا في الأسرة القبطية ازاي تبقى متماسكة. قيد الطلاق بسبب، وتقييد الطلاق حافظ على أسر كتيرة جدا. الحاجة الثالثة ان الفرد دايما يكلمنا عن النفس الواحدة، يبقى ما تنسوش النفس الواحدة، كل إنسان لوحده قيمة عظيمة. هو طبعا بابا ده أبويا وأستاذي من الصغر، يعني أنا وأنا شاب صغير إحنا بينا 15 سنة مثلا. الموقف اللي ما انساهوش ابدا ان انا حبيت اخش الدير شوية، يعني واسيب نفسي ربنا زي ما يعمل يعمل. فدخلت دير الانبا صمويل في صعيد مصر، فقلس البابا لما سمع ما عجبوش ان انا رايح هناك، فراح دير الانبا صمويل وبارك الدير بزيارة وما راح بالنيش. حب يديني إيماءة كده إني مش مبسوط إن أنا اترهبن في الدير ده. فهو طب تعالى نتقابل، فرحت مصر ففوجئت بالبابا شنودة نفسه يترك كل شيء وكل إنسان، وكان عنده شخصيات عالمية في اجتماع عالمي، وطلع معايا أنا وهو من المطبعة لغاية السطوح وقعد على السلم وأنا جنبه. فأنا طبعا ذهلت من المعاملة دي، فقلت له سيدنا سيبني في الانبا صمويل، ليه عايز؟ قال لي انا عايز اعرفك عن كرم، وسالني بصراحه، فقال لي تحب تخدم ايه؟ تاخد حي في القاهره او تاخد ابرشيه؟ قلت له لا يا سيدنا انا احب اخدم الشباب. قال لي وانا احب كده كمان، يلا اشتغل. الدور الكبير الذي لعبه البابا شنودة جعل مسألة خلافته سؤالا كبيرا حول شخص الخليفة وآلية انتخابه التي يرى كثير من الأقباط ضرورة تغييرها. لا أقول ربنا يخلي قياس البابا ده أولا، ولكن اللائحة فعلا تحتاج إلى تعديل في هذه النقطة، وإن كانت دايما نقول طلعت لنا بطركين ما شفناش زيهم، البابا كرولوس السادس رجل القداسة، والبابا شنودة الثالث رجل التعليم. ف يعني كمان اللايحة فيها نقطة مضيئة، القرعة، هم عايزين يلغوها، فاحنا بنقول لهم تلغيها ليه يا اخي؟ سد ادي ربنا فرصة يقول كلمة. انت بتقول له التلاتة دول حلوين يا رب، كحقك كشعب، وفي الآخر سيب ربنا ينقي مين منهم. الكنيسة الأرثوذكسية ليها حس روحي أكتر من الحس السياسي، وعشان كده الأغلبية من الآباء الكهنة والآباء الأساقفة مع عودة الكنيسة إلى دورها الروحي. لكن في بعد تاني لازم ناخد بالنا منه، أن الدولة مستريحة إلى هذا الوضع، يعني لأن التعامل مع فرد
أفضل بكثير من التعامل مع جماعة. فعندما يختزل الأقباط في شخص قداسة البابا، يبقى بالتالي من السهل على الدولة أن توجه الأقباط من خلال التعامل مع قداسة البابا. عملية الاعتداءات على المسيحيين أعطت إحساسا للمسيحيين أن هناك فعلا اعتداءات واضطهادا للمسيحيين، مما سهل للقيادة الدينية التاريخية في إطار هذه في هذا إطار هذا الصعود الديني، وهو البابا شنودة تحديدا، وكانت له تطلعات وطموحات سياسية في تركيبته الشخصية، فبدأ يستقطب المسيحيين تحت بند الاضطهاد والمشاكل التي يعاني منها المسيحيين، فحدثت نوع من الهجرة الجسدية والنفسية للكنيسة، مما تم التعامل مع العاطفة الدينية. فكان هناك أحاء خاطئ بأن الكنيسة بديلا للدولة وأن الكنيسة مسؤولة عن مشاكل الأقباط. كنا عايشين مع بعض، والعاصمة ما عندناش هوية إلى الكورة، بنجي نتفرج وكلنا بنجتمع هنا، شايف؟ بناخذ وقتنا. بعض المرات فتحوا النادي القبطي فكانوا بيجوا الأقباط، لكن ما برانا برضو الجيران المسلمين بيجوا وبيقعدوا معانا في نفس نادينا، وما في أي تعصب. في بعض المسلمين كانوا بيمشوا يأكلوا القربان في الكنيسة، وأكثر من كده عايشين يا أخي، ويجاملوك في كل وقت، يعني ما ممكن يقول لك مجاملة كده، خاصة السوداني. السوداني لا يمكن، لازم يجامل، فالمجاملة دي في طبعه، لا بعرف مسيحي ولا بعرف مسلم، ولذا كان التعايش حلو جدا جدا. عائلة ياسا مارست الخيار الأكثر شيوعا للعرب المسيحيين، وهو العيش المشترك عبر المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية والسياسية، ما شكل إرث هذه العائلة. لابد أن الإنسان يرفع صوته ورأيه حتى لو كان يمثل أقلية، لابد الناس أن تعرف عننا. لا نستطيع أن نكون في ركن المجتمع ونتخيل الناس تعرف خلفياتنا، طباعنا، عاداتنا، ما نصبو إليه، الحياة اللي عايزين نعيشها. الأقباط في السودان كسائر فئات الشعب السوداني تتأثر سلبا وإيجابا بما يحدث على الساحة السياسية، فنحن نتأثر بالسلام جميعا ونتأثر بالحرب جميعا. فأثناء سير المفاوضات في كينيا ما بين الحكومة والحركة الشعبية، قامت الكثير من الوفود في الحقيقة، منها الحزبي وغير الحزبي، لدفع المسيرة إلى الأمام. وكان واجب الأقباط أيضا أن يكونوا موجودين على الساحة السياسية ويساهموا مساهمة فعالة في تقريب وجهات النظر متى ما أمكن ما بين الحركة الشعبية وبين الحكومة. وفعلا سافر وفد من رموز الأقباط في الحقيقة، وقابل الشهيد العقيد الدكتور جون قرن، وقابل الأستاذ علي عثمان محمد طه، وبالفعل دار حوار كان طيب، والناس أمنت على موضوع السلام وتفاءلت على أنه أصبح السلام قاب قوسين أو أدنى. الحقيقة تجربتي إيجابية جدا وبعتبرها ناجحة جدا، ووصلت صوتي في أشياء كثيرة جدا، لقت استجابة من الحزب. أنا طبعا بتبع للحزب الاتحاد الديمقراطي، جناح الشريف زين العابدين رحمه الله. ما لقيت أي صعوبات سواء في قبول لهم أو هم في قبولهم لي. في العراق اليوم وتحت الاحتلال تغيرت صورة العيش المشترك التي كانت مضربا للمثل، وبسبب بعض الممارسات الطائفية الضيقة تحول نادي الهندية
من مكان لالتقاء آلاف مسيحيي بغداد إلى خواء. النادي الهندية تأسس 1949، تأسس على 100 عائلة أو 50 عائلة، وبعدين بدأ يتوسع بالقبول إلى أن صار 5000. كان النادي يفتح من ساعة بالخمسة العصر إلى ساعة بالاثناعش أو بالوحدة أو بالثنتين. هسه الوضع يعني غير شكل، رواد قلوا 2-3-4 وبس، اللي سافر سافر واللي ظروف بتمنع من يجي. يعني الوضع نحافظ عليه لأنه هذا كيان من أدنى لازم نحافظ عليه. ثقافة الإلغاء هي جزء من ثقافة المجتمعات المتخلفة. هناك ثقافة إلغاء في الشرق الأوسط، وهذه الثقافة أصيلة وعريقة وهي موجودة. سميها إن شئت يعني الفرقة الناجية، سميها إن شئت المذهب الحق، سميها إن شئت درب الجنة. النداءات الطائفية مهما كان حجمها كانت غالبا المحرض الرئيسي للتوتر. مهما قل عدد المؤمنين بها أو تقلص نشاطها أو تعددت هوياتها بين هذا الطرف أو ذاك، الأصولية موجودة في كل الأديان، الأصولية موجودة في كل الحركات الفكرية، موجودة في الإسلام واليهودية والمسيحية، موجودة في البوذية والهندوسية، حتى موجودة في كل عمل فكري. هناك جماعة متطرفين في الولايات المتحدة، أكبر حركة أصولية في تاريخ الأديان على الإطلاق، وأصبح لهذه الحركة دور أساسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي، خاصة من قضايا الشرق الأوسط. موجودة الأصولية، موجودة الأصولية المسيحية في مناطق في اليونان، ممنوع الدولة أن تدخل، تحتلها بعض الحركات المسيحية الأرثوذكسية. في الإسلام هناك أصولية متشددة الآن وتلعب دورا خطيرا في عملية إقصاء الآخر، ليس الآخر من الدين المختلف، إنما الآخر حتى من الدين نفسه. التطرف هو التطرف في كل زمان ومكان، التطرف بطبعه إقصائي. الملة المتطرفة تشعر أنها فوق الطوائف أو الملل الأخرى، وبالضرورة تشعر بأنها مختارة لتأدية مهمات أو عظمى، ولا تعترف بوجود الآخرين، بالضرورة تهمش الآخرين. وأنا أعتقد أننا اليوم في حالة من حالات الفعل وردة الفعل، يعني في كل مرة هناك فعل إسلامي من قبل حركات إسلامية متطرفة ومتشددة ضد مجموعة مسيحية أي تكن هذه المجموعة، هناك ردة فعل من هذه المجموعة المسيحية. دعونا نتذكر دائما أن الراديكالية الإسلامية هي المرحلة الثالثة في الراديكاليات التي ظهرت في المنطقة، اليهودية أولا، المسيحية ثانيا، الإسلام ثالثا. ولكن في هذه المرحلة بالذات هناك غضب متعاظم لدى تيارات التشدد، هذا الغضب يزداد كل يوم، في كل يوم قتل جديد ودم جديد وثأر جديد وانتقام جديد، والشعوب تدفع الثمن. في حكمة تقول لا تعظ جائعا، هناك علاقة وطيدة بين الاقتصاد، الفقر والعوز والجوع والحرمان، وبين التطرف والعنف والإرهاب. زادت الجرعة، جرعة التعصب، مع وجود مناهج تعليم متخلفة تحض على التعصب، ومع إعلام يزايد على التطرف الديني. احنا لو حللنا المواد الإعلامية في تلفزيونات في صحفنا هنكتشف ان جزء كبير منها يدعو الى رفض الآخر، ما حدش واخد لباله لانها بتتحط بالحتة، ما حدش واخد لباله. الأصولية المسيحية باعتبار الكنيسة المصرية هي كنيسة جذورها مصرية مصرية قلبا وقالبا، أخذت شكلا من أشكال الأصولية لم تكن قبل ذلك. وأذكر هنا بتنظيم الأمة القبطية في أوائل خمسينات القرن الماضي، كانت رد فعل لتنظيم الإخوان المسلمين، ولذلك نرى تنظيم الأمة القبطية اتخذ شعارات نفس شعارات الإخوان المسلمين،
الإنجيل دستورنا والمسيح إلهنا والموت في سبيل المسيح أسمى أماني، يعني نفس الشعار بتاع الإخوان. إن خوف المسيحيين قليل من الأصولية الإسلامية، لأنه بالرغم من تصريحات بعض القادة في الحركات الأصولية لا يخشى المسيحيون أن يذبحوا وأن يقتلوا إلى آخره، لأن الأصولية موجهة ضد المسلمين الآخرين أكثر مما هي موجهة ضد المسيحيين. قد يقال الآن هناك كنائس فجرت في العراق ولكن لا يبدو عددها ذا بال أمام المساجد التي أحرقت وأمام الحسينيات التي أحرقت. إنه مشهد من الموت العام، مشهد من المجازر العامة يعاني منه المسيحيون بقدر ما يعاني المسلمون، بل أقل مما يعاني منه المسلمون. وعندما تقرأ أدبيات هؤلاء المتشددين فإنهم حريصون على ضرب التجديديين وربما العلمانيين العرب قبل أن يفكروا بالمسيحيين. أولا نحن بأربع نقاط بسرعة. اليوم عم نعيش يومين بعد انتهاء معارك نهر البيري. ما في شك أن معركة نهر البيري كانت معركة مصرية بالنسبة. تزايد الاستقطاب الديني المعزز بالتخويف المستمر من الآخر أفرز استقطابا من نوع آخر بدا واضحا في التجمعات الشبابية المسيحية تحت عناوين سياسية ذات مضامين دينية. الحركة الشبابية بالقوات اللبنانية تعتبر من أقدم الحركات الشبابية بلبنان. هاي الحركة لعبت دور كتير كبير بكل المراحل والمفاصل. يعني نحن وقت جينا شبابنا عفويا نتلاقوا وحملوا السلاح بال75 ونظموا حالهم. ليه صار هالشيء؟ لأنه الجيش اللبناني غاب والدولة اللبنانية غابت، ما ضل في حدا على مستوى الشرعية اللبنانية يقوم بدوره، فكانت القوات اللبنانية هي السلطة البديلة. مسألة الحضور المسيحي في لبنان من مقدساتنا ومسلماتنا ومن جوهر القضية اللي نحن على أساسها موجودين اليوم بالقوات اللبنانية. بما انه نحن حزب سياسي فنشاطاتنا لازم تطال كل المواضيع سياسيه دينيه اجتماعيه وترفيهيه. بالنسبه للمواضيع السياسيه النشاطات الاساسيه اللي بنعملها هي الاعداد الفكري لنا ولطلابنا وللشريحه وللشباب المسيحي. رغم الرسائل الإيجابية التي تبثها القيادات للشباب يبقى استمرار الزخم الشبابي حول عناوين دينية جديدة مؤشرا على زيادة الفرز داخل المجتمع الواحد. علامات نضوج الشخصية قبول الذات وقبول الآخر. في واحد يتطرف في التدين يلغي يقول لك بلا دين بلا بتاع، هذا عمل كده لك. واحد تاني يقول له يا أخي ده الدين كل حاجة ويغالي ويبالغ ويعمل غلو في الدين، برضه يبقى متضرر. بيتر من الأقصر أهلا بيك يا بيتر. طب افرض أنا في حاجة أنا محتاجاها وحد طلبني، أنا هقبل اللي قدامي، اللي قدامي مش قابلني برضه هستمر بالمحاكمة أهزم العداوة اللي فيه. جميل إن لم أثق في نفسي كيف أقبل نفسي؟ طب استنى عليا خليها نص. طب انا هكون نسيت الاولاني. دايما انا بقول لكم ان في واحد يتجوز بعينيه، واحد يتجوز بقلب، واحد يتجوز بعقله، واحد يتجوز بروحه. اقول حاضر دي اللي يتجوز بعينيه يشوف واحد يقول لك هي دي ملكه كمان هي دي. في جنوب السودان حيث يعيش عبدون المسلم وأخوه المسيحي وخالته اللادينية في بيت واحد مثال واضح على العيش المشترك كما عرفه العالم العربي قبل أن تتدخل فيه السياسة.
الحوار العفوي إذ فقد فرض أشكالا جديدة من الحوار الرسمي التي يشكك كثيرون في مدى جدواها. نحن نشعر أن الحوار تم وانتهى، لكم دينكم ولي دين، لا يوجد سبب للمجاملات. التوحيد شيء والأقانيم الثلاثة شيء آخر. لدينا وجهة نظر مختلفة في فهم وحدانية الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا لا يعني أن نتوقف عن العمل المشترك. أنا أرى أنه لا يوجد ما يسمى بالحوار الإسلامي المسيحي لا على مستوى مصر ولا على مستوى العالم، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول والأساسي، أنا أتحفظ على كلمة حوار إسلامي مسيحي، لأن الإسلام والمسيحية ديانتان، فالديانات لا تتحاور، الديانات تتكامل من خلال نظرية أن الديانات السماوية واحدة، وبالتالي الديانات نصوص والنصوص لا اجتهاد فيها. ولكن الحوار يعني أننا نختلف في أشياء ونتفق في أشياء فندير حوارا حول المختلف عليه حتى نصل إلى اتفاقات معينة في المختلف عليه. ليس الهدف من الحوار في هذه القضايا هو تغيير الدين، بالعكس، لكن هنكتشف أن هناك الكثير من القضايا نحن ندعو إلى مساحة من الاتفاق، لكن ندعو أيضا إلى حق الاختلاف. الحوار الإسلامي المسيحي ليس له هدف آني وليس له هدف مرحلي، الحوار هو طريقة حياة حيث يعيش المسلمون والمسيحيون معا، طريقة عيشهم هي حوار بحد ذاته، ولذلك فليس للحوار أهداف محددة، هي أهداف متواصلة مستمرة تنطلق أساسا من الإيمان المشترك ومن العيش المشترك ومن الحياة المشتركة. عندما ذهبنا إلى مؤتمر المرأة في بكين ذهبنا بدون تنسيق، ولكن فجأة وجدنا أنفسنا في خندق واحد، الهيئات الإسلامية والهيئات الكنسية. عندما طرح موضوع الإجهاض، عندما طرح موضوع الزواج المدني، عندما طرح موضوع تعدد الأزواج، عندما طرح موضوع نكاح المثليين، لم ننسق مع الهيئات الكنسية، ولكننا دافعنا بشراسة مشتركين عن القيم المشتركة للأنبياء. بالتأكيد لو كنا منسقين، لو كان التنسيق مسبقا، لكانت النتائج أفضل. في رؤيتي أنا الشخصية كتيار سياسي مختلط مسيحي إسلامي، أجد بأن يكون الحوار داخل المعترك الوطني، أن يكون على خيارات وطنية وسياسية مع احترام المعتقد الديني ومعالجته للفئات الدينية لمختلف الطوائف والمذاهب. ما في شك أن الحوار الإسلامي المسيحي مفيد وبناء، يعني مجرد أن يلتقي بعض الأشخاص من المسلمين والمسيحيين حول مواضيع أو حول القضايا التي يمكن أن تكون موضع تباين أو خلاف أو تساؤل بين مختلف الفئات، هذا يساعد على حل هذه القضايا. علاقة العرب المسيحيين شابها خلال القرن الأخير كثير من التغيرات التي شوشت صفاء العلاقة التاريخية ووسمت الحاضرة بكثير من الأسئلة، وألقت على عيش المشترك للأجيال القادمة مسؤولية أكبر.